ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم الاثنين 25 اكتوبر تشرين الاول 2021. ستكون في افضل حالاتك الابداعية اليوم. اكتشف اين يحاول خيالك ان يأخذك. سوف يجلب لك السعادة والحظ اليوم. اسمح لعقلك أن يحكم قلبك وسوف تبحث عن نتيجة منطقية اليوم. تحتاج إلى توجيه طاقتك في الاتجاه الصحيح، ولقد وجدت الذهب المخفي، وهذا اليوم هو يوم رائع من حيث الاستثمار من أي نوع. عاطفيا سوف تكون متحمسا وثقة عالية بسبب تأثير التحولات الكوكبية. من المفترض أن يكون هذا يومك، لذا لا تتأكد من الشعور بالضعف بسبب بعض المشكلات البسيطة. سيساعدك موقفك على الاقتراب خطوة بخطوة من أي هدف ترغب في تحقيقه. ليس هذا هو اليوم الذي تضيع فيه الوقت في كيفية تحقيق هذه الأهداف، فقد استيقظ وابدأ في العمل بتفاني من أجل تحقيقها. مهنيا ستكون مستويات ثقتك على المستوى المهني عالية جدا اليوم. سيكون لديك هذا السحر الذي سيلاحظه الجميع أثناء قيامك بعملك اليوم. لن تبدو أي مشكلة مستحيلة بالنسبة لك، بدلا من ذلك ستحلها في لمح البصر. من المحتمل أن تحدث أزمة بسيطة في العمل، ولكنك ستكون قادرا على التعامل معها بسلاسة بسبب عقلك الحاد. صحيا اليوم ستشعر أنك لائق عقليا وجسديا. لن يكون هناك مثل هذه القضايا المتعلقة بالصحة. الآلام والأوجاع التي كنت تعاني منها مؤخرا لن تزعجك اليوم. ستلاحظ أنك مليء بالطاقة جسديا وعقليا. هذا يوم رائع لتأكيد الخطط التي ألغيتها بسبب مشكلاتك الصحية. اتصل بأصدقائك وأخبرهم أنك مستعد لموسيقى الروك الهادفة. توقعات السفر: ستكون بصحبة الناس طول اليوم. إذا كان لديك أطفال في منزلك أو حتى لا، فستكون مشغولا بأنشطتهم في المنزل. إذا كان أحد الوالدين إذا كنت أحد الوالدين فقد تذهب إلى الحفلة أو لعبة يشارك فيها طفلك. يمكنك أيضا زيارة والديك والتخطيط لرحلة إلى منزلهما إذا كانا يعيشان بعيدا. نصيحتي ليك اليوم: حاول أن تكون شخصا صامتا مرة واحدة واستمع إلى كل شيء بعناية. نصيحتي للأفراد: استمتع بما لديك عندما يكون لديك. نصيحتي للمتزوجين أو المرتبطين: يمكن أن تتحول الخلافات البسيطة إلى قضايا كبيرة إذ لم يتم حلها على الفور. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.